السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ رب كلكم دايما تكونوا بألف خير. النهارده ميعاد اول حلقتي من في قناه 10، وان شاء الله هكون معاكم سبت وحد واثنين، 3 ايام في الاسبوع. عايزه اقول لكم انا مبسوطه جدا جدا النهارده وامبارح اكتر، مبسوطه بالاخص عشان الهديه اللي جات لي، هتشوفوا في اخر الفيديو الهديه اللي جات لي امبارح. يعني دي اكتر هديه خلتني بجد انا بكيت امبارح وبجد لحد دلوقتي مش مصدقه. مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. جالي بوتاجاز هديه امبارح ومش عارفه اقول لكم ايه، بس انا دخلت على الانترنت من شويه شفت مميزات البوتاجاز ده، مميزاته حلوه جدا جدا، بوتاجاز فريش بجد هتشوفوها تنبهروا بشكل زمان انبهرت بيه، ومميزاته حلوه قوي قوي قوي. لونه هيبقى لايق على المطبخ اكتر، والشعلات اللي فيه العيون بتاعته نحاس بدل البيضه، وانا سمعت ان النحاس ده بيبقى بيتحمل اكتر واقوى من اللي هو الابيض او الاستلز ده اللي هو بيبقى لونه ابيض، ده النحاس بيبقى اقوى واحسن منه. حتى البوتاجاز اللي جابهولي كان ايه، نسيت، الخامه بتاعته كلها خامات ايطالي. ده اخر حاجه نزلت عندهم، حتى لسه ما حطتش في الكتالوج ولسه ما نزلش صور ولا اي حاجه. بجد ما شاء الله، انتوا هتشوفوه هيعجبكم جدا جدا زي ما عجبني. وعايزه بقى اقول لكم بقى كم ميزه كده في حلوه بجد، زي ما انا دخلت النهارده قعدت بحثت كده ودورت وطقست وفحصت ومحصت لحد ما عرفت. طبعا احنا عندنا دايما بيجيبوا بوتاجاز اللي هو الازاز يا اما الاستانلس، لكن ده تيفال، شفتوا؟ انا اول مره اشوفه بصراحه، بوتاجاز تيفال كده وزيه زي المستورد بالظبط، مفيش فرق بينه، ان الخامات اللي فيه كلها ايطالي، فدي بجد حاجه بسطتني قوي وانا مكنتش مصدقه، والله العظيم ما كنت مصدقه لحد ما فتحت الكرتونه بنفسي وطلعته. حتى هتشوفوا انا هحط لكم المقطع اللي صورته امبارح بالليل، فبجد انا حبيت بس افرحكم النهارده، اخلي الخبرين مع بعض عشان تبسطوا كده معايا زي ما انا مبسوطه النهارده. يعني النهارده الحمد لله احلى خبرين النهارده، الخبرين بجد اللي هم فرحوني ان الحمد لله البرنامج بتاعي كويس، وبقى ليا برنامج اسلسته ممنوعه من دخول مدينه الانتاج. الحمد لله عمري ما اتمنعت من دخول اي مكان، وبخش اي مكان يعجبني، وعندي برنامج في قناه تانية يوم الثلاثاء ان شاء الله هكون معاكم في قناه تانية هتشوفوها. وكمان جالي البوتاجاز هديه بعد، انا والله لازم كنت دايخه فعلا عشان اجيبه، ما كنتش عارفه اجيبه. يعني كرم ربنا فوق اي حاجه، مهما الناس تحاول تاذيني او تضرني او اي حاجه ربنا ما بيسيبنيش ابدا ابدا ابدا. وطبعا في ناس انا ساعات بصحى من النوم كده الاقي كميه ناس دعيالي، بس بجد يا جماعه انا كصدفه، بس اقسم بالله ما تعتبروه اعلان ولا اي حاجه، انا كصدفه بعد البوتاجاز اللي شفته امبارح اللي جالي ده، انصحكم تجيبوا نفس البوتاجاز ده، الناس اللي بتجدد والحاجات دي كلها. فيا جماعه انتوا هتشوفوه بجد هتبسطوا بيه قوي، وكمان هنجربه بقى معاكم على طول، شغاله بقى على طول بقى غير البوتاجاز بتاع الصغنن اللي فوق ده، بس طبعا التاني برده ما اقدرش اسيبه. وكمان في محبس عشان تعلي وتوطي الحراره براحتك، في مميزات كتير قوي 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 قوي. انا ان شاء الله اول يوم هشغله، فانا هشغله بكره، شركه الغاز جايه للصبح ان شاء الله عشان تركبه بقى، مش شركه الغاز تمشي بقى، هعمل لكم فيديو مخصوص عشانه، نقعد بقى نجرب العيون كلها، 5 عيون براحتنا، ونشوف ال5 عيون ونفتح ال5 عيون. حقيقي انا بشكر شركه فريش جدا جدا جدا، وبشكر كل الناس اللي فيها، وبشكر الناس اللي كلمتني، وبشكر الفن اللي جالي، وبشكر اي حد كان السبب ان هو فرحني في حاجه زي كده، وبشكر كل المتابعين، وبشكر كل الناس بجد. يعني حقيقي انتوا بجد انتوا اسعدتوني بطريقه مش قادره اقول لكم، و مش عارفه اقول لكم، بس احب بجد انا مبسوطه جدا، اتبسطت قوي 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 قوي، بس مش عايزه اقول لكم اكتر من كده بقى. وانا بحب افرح متابعيني على اي حاجه تجيلي، انا ببقى فرحانه، بحب افرحكم عشان انتوا السبب في اللي انا فيه ده، وانتوا السبب في كل حاجه حلوه انا فيها. عايزه بقى اقول لكم حاجه كمان، انا لما بطلع بالاسدال في اليوتيوب انا مش عايزه الغرور يسيبني، الفلوس بتخلي البني ادم تتغرر. الحمد لله اليوتيوب فلوسه حلوه مش وحشه، مش هقول لكم فلوس اليوتيوب وحشه، لا حلوه، بس نوعا ما احنا بالنسبه للقنوات حلوه مش وحشه، في معظم القنوات، في قنوات اعلى مننا بكتير وفي قنوات اقل بكتير. انا لما دخلت مجال التلفزيون ده انا هفضل زي ما انا اخر في الفتره الاخيره لما بدات بقى اطلع بالاصدار على طول كده، ولبس البيت وكده، ولبس البيت اللي هو الاصدار، فاللي هو انا مش عايزه صدفه جات في يوم من الايام تتغير، نهار ما اتغير
بتمنى المتابعين يخشوا ينبهوني لأي صدفة، البسي إصدارك القديم. مش عايزة أكتر من التعليق ده، عشان أنا عمري ما عايزة أتغير. الفلوس بتغير، وأنا عمري ما كنت عايزة أتغير أبدا أبدا أبدا. يعني معظم الناس اللي ربنا بيكرمهم بيفتحوا برامج وبيطلعوا قنوات وكده، بتلاقي القلاطة ركبتهم والتنكة ركبتهم. لا يا جماعة، أنا عايزة من متابعيني لما تلاقوا صدفة بدأت تتغير قولوا لي يا صدفة البسي إصدارك القديم. بس عشان كده سايبة الفيديوهات دي تبقى قدامي، عشان نهار بقى ما اتغرل وافكر افك الحجاب، او نهار ما اتغرل وافكر ان انا اعيش دور القلاطة، افتكر ان الفضل في كل اللي انا فيه ده المتابعين. شكرا لكم يا جماعة. خلاص المغرب هيأذن، هقول لكم السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين، وشوفوا بقى البوتاجاز ويا رب يعجبكم زي ما عجبني. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة الجمعة، عايزة اقول لكم انا مبسوطة جدا 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 النهاردة، ومش مصدقة نفسي كنت مبسوطه، مش عارفه اقول لكم ايه صراحه. يعني النهارده مبسوطه جدا جدا جدا. يعني النهارده انا عيطت الصبح بجد بسبب الموقف اللي حصل لي ده. اكتر الموقف ضايقني وزعلني وفرحني وكل حاجه حلوه كانت النهارده. ليه بقى؟ تعالى اوريكم ليه. بعد كده اوريكم ايه. تمام. حاجات التثبيت. تمام. تمام، كله كامل كده. تمام. بس ده كده هيجي ركنت شركة الغاز وهرسوها على القناة بتاعتك. اه شركة الغاز جاية بكرة إن شاء الله. تمام. تمام. طبعا انتوا عارفين إن أنا عندي مشكلة في البوتاجاز، الفتحة بتاعته شمال، وللأسف شركة الغاز مش هينفع، وحاولت أرجعه معرفتش. أول امبارح لقيت شركة فريش بتكلمني بتقول لي يا فندم احنا عايزين نجيب لك بوتاجاز هدية مننا، البوتاجاز بتاعك اللي انت مش عارفة تشوفي له حل. أنا نزلت لفيت على كل المحلات من كام يوم، حتى صورت لكم فيديو، لقيت الأسعار غالية جدا، وأنا ساعتها ما كانتش معايا. اتصلت بكل أصحابي اللي أعرفهم إن آخد منهم فلوس لحد ما أقبض مثلا أو الظروف تتحسن وكده. للأسف يعني كل واحد اللي معاه على قده وكده يعني ماشي. فعايزة أقول لكم أنا اتبسطت جدا لما شركة فريش كلمتني. انا بقى ما كنتش مقتنعه ان هما ممكن يجيبوه وممكن لا، قلت ممكن يكون حد بيشتغلني. قلت لحد النهارده الجمعه لقيت حد بيكلمني، يا مدام صدفه حضرتك احنا تحت البيت عندك، تحت البيت، تحت البيت ازاي تكون جوالي بوتاجاز زي ما قلت لكم كده. الفني اللي جابولي فتحه وسلمني كل حاجه فيه، والضمان ختمه وظبط لي كل حاجه فيه. تعرف انك على البوتاجاز بجد انا مبسوطه جدا 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 النهارده. عايزه اقول لكم على حاجه، اقسم بالله شفت بوتاجاز نفس اللون بالظبط، نفس التصميم، وكان عاجبني جدا 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 جدا، وكنت هموت عليه، بس كان غالي عليا جدا، ما كانش معايا فلوس ساعتها. والله العظيم زعلت، سبحان الله، يعني ده احلى من اللي كان عندي واشياء وعليه على المطبخ اكتر من الاستانلس. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حلو قوي، حلو صح؟ لايقة عشان الدكان. اتصدمت لما شفته، حسيت ان قلبي هيقف من الشكاح. والله العظيم يعني الحمد لله بحمد ربنا، هو نفس اللي شفته بالظبط، بس الفرق في حاجة. الفرق في ايه بقى؟ ان العين الكبيرة دي كانت هنا لوحدها، ودي ودي هنا وهنا، فاهمة ازاي؟ نفسه بالظبط اللي انا شفته. والله العظيم مش مصدق. كان نفس الماركة يعني؟ مش مصدق نفسي يا لمبي. لا مش نفس الماركة، بس نفس الشكل بالظبط. بصوا حلو قوي، جميل جميل جميل. مش عايزة اقول لكم بقى يعني حلو ازاي.
حلو حلو بجد يعني يا جماعه. طبعا امها مشكور شركه فريش، انا مشكورها. بص بص يا ماما، ايه رايك فيها يا ماما؟ حلوه قوي. ايه ده؟ لا إيه دي انت بدلتيها. بس اللون هو صار صح. مبروك عليك. فريش، بص فريش فريش. تحية لشركة فريش. صعبة صعبة صعبة. يا اما فريش يا اما بلاش. والله يا فريش يا اما بلاش. يا حسن يا حسن يا حسن، تحية لشركة فريش. شركة فريش بعتت لي بوتاجاز، والنبي تقول لي ضمن ان شركة فريش بعتت لي بوتاجاز. وصحي نيازي وام نيازي وام نيازي كل العالم. لا كنت حاطط تطلع بالسقف. بصي حسن قاعد فين؟ انا جاي لكم ام نيازي من بره. كل العالم. بص حلو ازاي؟ عمر خدي جنبه صورة سيلفي. خد صورة سيلفي. ده فريش؟ عامل اول قلت لك هاتي فريش، قلت لي لا فريش يا اما بلاش. ماركات تانية. شركة جودة. لا ما كانش فيه نفس وشكل الموديل ده لسه ما نزلش اصلا. ما قال لي ما نزلوش، ده اخر موديل نزل عندهم. بس شيك شيك. شفت ازاي حلو؟ يلا بقى حته زي الاعلان، يا اما فريش يا اما بلاش. 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 انت مبسوط يا لفو؟ اشكر الشركه جدا جدا جدا، شركه جميله قوي قوي قوي. طبعا شكرا لكل الناس اللي شغاله في شركه فريش. شكرا ليكم كلكم كلكم كلكم. وبجد البوتاجاز ما شاء الله عليه، ولونه حلو جدا ومختلف ماشي مع المطبخ. والله والله العظيم سبحان الله. يمكن حصل كده عشان خاطر البوتاجاز مش لايق، بس ده بسم الله ما شاء الله عليه بجد. نطق المطبخ. ايه رايك يا ضني؟ لا تمام. شوف ايه رايك في اللون بتاعه ماشي مع الرخامه ومع المطبخ صح؟ عشان لونه غامق. ده بقى بعد ما نركب الغاز بقى، ده بتركب تحت هنا كده، من هنا كده من تحت. شكرا لكم كلكم يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. انا مبسوطه جدا النهارده بجد. دي الحاجه اللي بكتني من ساعه ما فتحت القناه، اني انا فعلا كان نفسي في الحاجه دي ومش في موضوع نجيبها دلوقتي، وكان المطبخ عطلان عليها. يعني الحمد لله الحمد لله، والضمان والحاجه وهون هون الماركه بتاعتهم اهي، شركه فريش وكله يعني الحمد لله. الحمد لله. كمان يا رب. انا لسه جايبه سخان فريش. شفتي اللي احنا جايبينه من كام يوم؟ لسه مركبه امبارح، محدش يستحمى عليه حتى. شكرا شكرا شركة فريش، متشكره لكم جدا جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين.